حرصنا في بنك فيصل الإسلامي على إدخال تقنياتنا إلى عالم الهواتف الذكية عبر خدمة الموبايل المصرفي. اليوم أصبح بإمكان هاتفك الذكي إجراء ما يزيد عن 80 معاملة مصرفية، بدءا بالاستعلامات وشراء الخدمات، ومرورا بالصندوق البنكي والمعاملات، وحتى إدارة الحساب والمعلومات. كل ذلك نضعه بين يديك لنؤكد مجددا أننا نعمل لنقترب منك دائما. بنك فيصل الإسلامي السوداني، نحن الرواد. مع أوبرا هاوس تجدونها متوفرة في محلات الذهب الراقية في السودان والخليج والدول العربية. أوبرا هاوس، إبداع لا ينتهي. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، ولسه بنتواصل معاكم وضيفتنا الأستاذة لينا هاشم صحيفة أخبار اليوم، ولسه بنتواصل وأكيد الحديث عن الصحافة في مجموعة من المحاور، ومنها مباشرة بنقول لك أستاذة لينا مساء الخير عليك من جديد. مساء النور أخي محمد. نعم أستاذة، كده خلينا نتكلم عن يعني أنت صحفية سياسية بعد ما تدرجتي وتمرحلتي في مختلف الأقسام، نشوف أهم حاجة بتميز الصحفي السياسي شنو؟ عن الصحفي بتاع المنوعات، عن الصحفي الاقتصادي، عن الأقسام الأخرى. خلينا نقول أهم ما يميز الصحفي السياسي الثقافة العامة، الإلمام بتفاصيل الساحة السياسية بشكل كامل وبشكل واضح. أيضا ما يميز الصحفي يعني كيف يستطيع أنه يخلق علاقة طيبة مع المصادر، وممكن نقول جدا ممكن نقول نعم يعني ممكن نقول كل ما زادت أجندة التلفونات مصدر، كل ما يعني تقدم الصحفي باتت له أسهم يمكن أن نحسبه صحفي ناجح مميز. طبعا نتفق بداية أنه لا يستطيع كل شخص أن يخلق علاقة مع المصدر، المصدر بيحتاج أنه يثق فيك ثقة كبيرة، يتعامل معك لأكثر من مرة. قد نجد مصدر يتعامل معك للمرة الأولى وعندما يعني لا يشعر بالثقة أو يتلمس عدم إلمامك بالمعلومة اللي أنت جاي تأخذها، محدودية ثقافتك في الجانب اللي أنت بتتناوله، ممكن يتحفظ في التعامل معك مرة أخرى مستقبلا. الصحفي الذي يستطيع أن يخلق مصادر يمكن أن يعني نبشره بمستقبل متميز، مستقبل ناجح. نعم. طيب ده بالنسبة للمصادر وبالنسبة للأجندة، الممتلكات اللي ممكن يلقاها ممكن يبحثها، لكن المهارات اللي بتكون متوفرة في شخصية الصحفي السياسي، تعامله مع المصادر، البروتوكولات الأول والأخير، يعني في مجموعة من التحفظات ومجموعة كمان يعني من الأشياء بيفرضها عليك المصدر، بالتحديد إذا كان مصدر سياسي. ونجاح الصحفي السياسي أكيد في السبق الصحفي في كيفية استقطاب المعلومة أو كيفية يعني صياغة المعلومة بصورة محددة. دي بترجعنا للحديث اللي أشرت له قبل قليل، عندما يطمئن المصدر أو المسؤول. خليه يطمئن، لأن ما في أكيد في مهارة تعامل بها أنت عشان تقدري تأمني نفسك. التعامل المسبق الذي تعاملت به معه، شعر بإطمئنان، شعر بصدق كبير من جانبك، ممكن أن يتعامل معك
بشكل مستمر. بمعنى يعني خلينا نقول كثير من الصحفيين ما بيلتزموا بنقل المعلومة. لا ما عشان احنا ما نقوم يعني نخصم من الدور الكبير اللي بيقوموا الصحفيين واجتهادهم لتمليك المعلومة بشكل واضح. لا احنا ممكن نقول ليس تغليف لكن شرحها بشكل مختلف. يعني كثير من الصحفيين يتدخلوا في السياقة وضع طبيعي القالب بتاع التحرير، لكن طبعا برضو نتفق انه السياقة نفسها قد تغير المعنى. كويس، ده برجعنا لثقة المصدر فيك، حرصك على نقل المعلومة اللي بتمتلكها منه في قالب قريب للي اخذته منه او بالصورة اللي انت اخذتها منه. السياقة او التدخل في السياقة بشكل عميق قد يغير المعنى، قد يفقد ثقة المصدر فيك، وبالتالي قد تفقد المصدر ويصبح من المصادر المتهربة في التعاون معك. طبعا احنا درسنا في الإعلام المصادر ثلاثة: مصدر متهرب ومصدر متعاون ومصدر متردد. جميل. فإذا التزمت بالمنهج الصادق تلمس المصدر ثقته فيك، قطعا سيكون لك من المصادر المتعاونة وبشكل مستمر. تلمس عكس ذلك سيكون من المصادر المتهربة والمترددة في التعامل معك مرة أخرى. جميل أستاذ، خلينا كده أحكي لنا موقف مرة بك مع واحد من المصادر دون ذكر اسمه، لكن خلينا نعرف القصة الأساسية كانت شو. طبعا دائما طيب الأمثلة لها دور في التعليم. قطعا نعم. خلينا نقول يعني في السنوات الأولى من الصحافة، أنا طبعا استغربت في الإدارة السياسية من وقت بدري جدا. يمكن السنة الأولى تنقلت من الأقسام المختلفة وبعد ذلك استغربت في الإدارة السياسية. فشكل الصحفي كثير من المسؤولين انه الصحفي السياسي درس من كده صوره كبيره وتدرج تدرج في الصحافه لسنوات طويله حتى بات بمصهر معين ليستغيث الاداره السياسيه، ومن ثم ياتي لحاور المسؤولين اللي هم بيمثلوا قمه الدوله. فبتذكر مشيت لواحد من المسؤولين و أنا كنت ملاحقاه بشكل كبير في التلفون بأنه أنا حريصة أجري معه حوار حول أحداث الساحة السياسية بشكل مختلف. وخليني أعترف في البداية شعرت بتحفظه في التعامل معي، فلإصراري وملاحقتي المستمرة له تمت الموافقة بحمد الله ومشيت وقعدت معه. ففي بداية الحوار سألني بعض الأسئلة أنا ما ترددت، هي يعني ممكن تخلي كثير من الناس يترددوا وينزعجوا ويضطربوا. انا شعرت انه الموضوع عادي، ما ممكن هو راسم لي صوره معينه وجا لقاني في منظر محدد وتردد في التعامل معي. فسالني قال لي انت تخرجتي من الجامعه 200، فرديت عليه طبعا لازم يعرف معلومات عشان يقدر يحاورك كمان. ثلاث اربع سنوات طيب اشتغلتي في كم صحيفه، تنقلتي في اي من الاقسام؟ فبلغته بأنه أنا تنقلت من الأقسام المختلفة واستغريت الإدارة السياسية، والآن يمكن عمري سنوات في الإدارة السياسية 3-4 سنوات. فقال لي 3-4 سنوات بس في الصحافة كلها؟ فكانت الإجابة نعم. قال لي وجاية تحاوريني أنا طوالي؟ نعم. فبرضو كانت الإجابة نعم. فبعد الحوار أنا شعرت بأنه هو كان مستقر جدا خلال الحوار. لا قطعا هو تلمس بأنه في إمكانيات موجودة في الشخصية الموجودة قدامه. فبعد وصلت المكتب تلقيت اتصال من مدير قسم الإعلام بالمؤسسة المعنية ونقل لي إشادة المسؤول المعني بالحوار اللي يجري مع الشخص والمصدر، وأشار لي بأنه في توجيه مباشر بأنه يتم التعامل معي بشكل مستمر وتمليكي لكافة المعلومات اللي بتخص المؤسسة وغيرها من التفاصيل. اطمأن تماما. نعم. فده من المصادر اللي شعرت وتلمست الاطمئنان وباتت تتعامل معنا بشكل مطلق وبشكل مفتوح. نعم. جميل أستاذة لينا، خلينا نتكلم عن الصحافة كسلطة رابعة عموما ودورها في توجيه المجتمع. وسلطة رابعة طبعا كثير من الناس بيعرفوها، في ناس تانيين بفلسفة كده بيقول لك الصحافة هي السلطة الأولى، فما بين الرابعة وما بين الأولى وما بين توجيه المجتمع وتوجيه الرأي العام. طيب خلينا نقول الصحافة هي السلطة الرابعة والصفة دي بالتحديد قطعا لم تأتي من فراغ، وإنما تأتي للدور الكبير اللي بتقوم به الصحافة في مختلف الاتجاهات السياسية الاقتصادية الثقافية وغيرها. الصحافة تساهم في تشكيل وتكوين الرأي العام بشكل كبير، وعندما تتبنى قضية محددة يمكن أن تسلط عليها الضوء بشكل كبير، يمكن أن تؤثر في تعبئة الرأي العام سلبا وإيجابا.
الرأي العام خلينا إذا نحن دارين نعرف ممكن نقول عليه هو المجتمع، هو تعبير المجتمع عن أفكاره، اتجاهاته، معتقداته المختلفة وحول قضية معينة أو مشكلة أو موضوع أو ظاهرة، وتتبناها الصحافة ويتبناها بعدها الرأي العام ويتم التفاعل معها بشكل كبير. ويمكن أيضا أن نقول إنه يعني الصحافة هي لا تكتفي فقط بتشكيل الرأي العام، رغم إنه العلاقة بينهم علاقة وطيدة، علاقة قوية، يعني تمثل أو تشير للعلاقة القوية اللي بتجمع بين الصحافة والرأي العام. لكن في الآونة الأخيرة أستاذة لينا، يعني سمحت لي أقاطعك، كثير من الناس بيشكل الصحافة السودانية، بيقولوا هي ما بات تؤدي الدور الأساسي الأكاديمي والمهني والاحترافي لها، أصبحت هي يعني تقاعدت وأصبحت يعني ما بتهتم بقضايا المجتمع عامة بل بتهتم بقضايا محددة. يعني في فهم إن كثير من الناس أن الصحافة شوية تراجعت في السودان، رأيك شنو في الكلام؟ دعني أقول لك إن هذا غير صحيح. يمكن في الفترة الأخيرة دخلت يعني التكنولوجيا، الأجهزة الإلكترونية غيرها، يعني باتت تملك المواطن المعلومة أو باتت تملك الجمهور المعلومة بشكل فوري وآني، قد تكون فيها بعض الإضافات والشرح الغير موضوعي وبعيد عن الموضوع نفسه، وبالتالي المصدر أو المواطن لما يجي يتابع الصحيفة المحددة يجد أنه هنالك تباعد فيما طرح هنالك وهنا في الأجهزة الإثيرية، فبيتلمس أنه في تناقض، في بعد عن تلمس قضايا المواطن والمجتمع بشكل كبير، وهذا غير صحيح. طبعا الصحافة بتعتمد على الدقة في تناول المعلومة، التحري عن المعلومة بشكل دقيق، ودي معايير مهنة، يعني معايير مهنة، ميثاق شرف، غيره من التفاصيل. لكن الأسافير بيقت تنافس الصحافة الورقية، لدرجة أنه في كثير من الصحف الآن تحولت إلى صحف إلكترونية، عندها موقع إلكتروني بتنزل فيه إصدارتها، بتنزل فيه أخبارها، بتنزل فيه مغالاتها، وهي ناجحة وأكثر ارتياد يعني من الصحافة الورقية. يمكن أن أتفق معاك إن باتت أكثر اتساعاً، أكثر انفتاحاً، ولكن تظل وباتت تنافس أيضاً الصحافة الورقية، لكن تظل الصحافة الورقية هي الأكثر مصداقية من خلال تحري المعلومة، التحري عن المعلومة المحددة، متابعتها، كشفها، فحصها بشكل دقيق، خاصة إنه الصحافة يعني هنالك مراقبة لها، في قانون عليها. في الفترة الأخيرة صحيح الأجهزة الإثيرية تم ترتيب قوانين محددة لمعالجة ما يطرح حولها والمتجاوزين في هذا الإطار، لكن الصحافة منذ وقت مبكر يعني هي تلتزم بقوانين المهنة، بمعايير المهنة، تركز على مصداقيتها حتى لا تفقدها. يعني نعم، جميل أستاذة لينا. يعني المرأة في الصحافة عندها دور كبير جدا، يعني وفي رائدات كبار، إذا جينا نتكلم عن المرأة الصحفية أو الصحافة النسوية بنقف عن اسم أستاذة أمال عباس، بنقف عن اسم دكتورة بخيتة أمين، بنقف يعني عن أسماء كبيرة جدا لهم التحية من هذا المساء. لكن هل يعني المرأة في الصحافة وجدت حقها من التكريم، من الاحتفاء، من التوثيق، من أن تكون هي مدرسة وتكون هي رمز نسوي في الصحافة السودانية؟ والله قطعا يعني المرأة السودانية حققت نجاح كبير في مجال الصحافة لا يقل عن النجاحات اللي حققتها المرأة العربية في مختلف الدول. هنالك كما أشرت لعدد من الرائدات، فتحنا المجال للنساء في مجال الصحافة، أنيرنا الطريق لهن وانطلقنا لتحقيق نجاحات في مختلف الجوانب. المرأة السودانية حققت نجاحات كبيرة، المرأة السودانية لم تعد هي المرأة السودانية كما كانت في السابق، هنالك كثير من القيود عليها، هنالك كثير من التحفظات عليها حتى في حركتها في وغيرها من التفاصيل. الآن المجتمع يعني بات أكثر وعياً، المرأة تنطلق وتستطيع أن تحقق نجاحات في كافة الأطر، نافست الرجل ونجحت معه ووقفوا جنبا إلى جنب في تحقيق هذه النجاحات. نعم، قبل حتى سنوات لا نقسم من دوره أيضا. قبل سنوات كان في صحف نسوية متخصصة، الآن ما موجودة، قد تكون المرأة هي جزء من الصحيفة، أو حتى القضايا النسوية اللي كان مخصص عليها صفحات أو مخصص عليها صحف بعينها، الآن يعني بضعة من السطور أو بضعة من الأعمدة في الجريدة تكون سياسية، اقتصادية، اجتماعية.
فحظ المرأة بكون بسيط جدا في الصحافة. طيب خلينا نقول إذا توفرت الإمكانيات للصحفيات يمكن أن يحققنا إبداع كبير، إبداع ملموس ونجاحات مختلفة. ممكن نقول الإمكانيات هي العائق الكبير في 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 تبني مؤسسة إعلامية نسوية مخصصة للنساء، لكن نؤكد إنه إذا وجدت مساحات لأبدعت وحققت نجاحات مطلقة. يعني القصة هي تمويل. ممكن نقول كذا. طيب كيف بتوفق ما بين بيتها والتزامات الأسرية تجاه زوجها أو تجاه المنزل، وما بين العمل الصحفي؟ وأكيد العمل الصحفي هو مهنة المتاعب. المتاعب دي كمان يعني ما بتشبه المرأة بالتأكيد. نعم. نعم. طيب صحيح، يعني الصحافة هي مهنة توفيق زمن. هي مهنة المتاعب، لكن ممكن نقول يعني ما الصحافة بس، يعني المرأة العاملة في مختلف المجالات هي بتحتاج لترتيب لتوفيق أوضاعها بشكل كبير، بتحتاج لمعينات من أسرتها حتى تنطلق يعني وتعمل في المجال الذي تعمل فيه. الصحافة صحيح هي مهنة المتاعب، وأنا كثير يعني في بداية التحاقي بالمهنة كنت بردد للزملاء في المكتب إنه الصحافة دي يعني متعبة شديد، متعبة جدا وما بتشبه النساء، وحقيقة يعني ده شغل رجال، المفروض نحن نقول استوب ونبحث عن مجالات أخرى. لكن يعني الحرص في الاستمرارية فيها، تلمسك لأنك بديت تخطو خطوات نحو النجاح، تلمسك لنجاحاتك وقرايتك للحاجة دي في عيون الآخرين، الدعم اللي بتجده من الآخرين ودفعهم ليك لكي تحقق نجاحات أخرى في هذا المجال وتمضي للأمام، بيدفعك للاستمرارية فيها وبتتلمس نتائج إيجابية، نتائج طيبة. لكن خلينا نعترف إنه الموضوع الأمر ليس سهل، بيحتاج طيب الأسرة، خلينا قاطعك بس معلش، الأسرة ووقفتها معك، أنا حاسس المحور ده كده يعني حتاخذي فيه وإفادة كويسة. نعم. الأسرة وقفتها معاك كده في بداياتك بعد ما أنت تدرجتي في مراحل العمل المختلفة حتى أصبحتي رئيس للقسم السياسي، وبالتحديد السياسة زي ما قلنا يعني ما بتلقى يعني مرأة رئيس لقسم سياسي، اعتبار إنه السياسة دي حاجة جامدة كده وصعبة وتتشابه. متفقين احنا في الحتة دي. نعم. طيب أنا حقيقة عشان أعطي أسرتي حقها، أنا وجدت مساندة، وضعي طبيعي أنه أي مرأة عاملة تجد من يحيطون عولها يدعمونها ويساندونها بشكل أكبر. لكن يعني أنا بعترف عندي أختي مادلين، ربنا يديها العافية، هي نعم ظلت السند القوي القريب الداعم لي في كل مراحل حياتي، خاصة يعني أنا بستعين بها كثير جدا، أشعر أحيانا أني أزعجها يعني أخذها من تفاصيلها الخاصة لكي تساندني، تدعمني، تساعدني في أي من الأمور الحياتية، حتى أشعر بأن هنالك ترتيب، أشعر بأن أنا قادرة يعني أدي رسالتي في المجال الذي أعمل به. أيضا يعني والدتي هي أستاذة، ربنا يديها العافية، دعم لي بشكل كبير، أتسلم أخي محمد، دعم لي بشكل كبير وفخورة بالنجاح والمرحلة اللي أنا وصلت لها، ولذلك يعني ظلت قريبة مني من بيتي هي وأختي، فيساعدوني بشكل كبير، بيدعموني بشكل كبير، ربنا يديهم العافية ويحقق كل أماليهم. الدعم الأسري بالتحديد من الوالد والوالدة له دور كبير جدا في التقدم. يعني أنا عشان أرضي ناس البيت لازم أخطو خطوة واسعة وكبيرة، وأي نجاح بالتأكيد بلقى منهم إشادة، بلقى منهم دعم. خلينا نحييهم وحيي كل أسرتك ونقول لهم مساء الخير، وكمان نهديهم لحن للفنان حسين شندي، واللحن كمان إهداء لك ولكل المشاهدين من الكنترول. نجي نواصل بقية حلقة. حبايبي الحلوين أهلا جوني، وأنا ما غالي سمح زي ديل بيزوروني، حبايبي الحلوين أهلا جوني، وأنا ما غالي حلوين زي ديل بيزوروني، جوني زاروني شايلين أسهار، شايلين الليل قلبه نهار، أنا ما غاي حبي المكتوم عمله انشار، والشافه قال
رجعنا لكم من جديد مشاهدينا، شكرا للفنان حسين شندي، ولسه بنتواصل معاكم وهلا بكم اكيد. ضيفتنا داخل الاستوديو الاستاذه لينا هاشم من صحيفه اخبار اليوم، ومجموعه من المحاور استاذه لينا، ومنها كنا بنتكلم عن المراه في الصحافه. برضو عايز ارجع لنفس المحور لكن بصيغه ثانيه، واشوف المراه والعمل الميداني في الصحافه بالتحديد. طيب خلينا نقول العمل الميداني حقيقه هو من المهام الصعبه جدا اللي ممكن توكل للصحفية المعنية في الصحيفة المعنية.
هو يعني فيه كثير من المخاطر، كثير من المخاوف، وما أي طبعا صحفية تستطيع تستطيع أن تتعامل مع هذا العمل، خاصة زي ما ذكرت أنه بتعرض روحها أحيانا، لو ما قلنا كثير من المرات أحيانا، حتى في خاصة في الجانب بتاع التحقيقات. يعني أنا يمكن بتذكر واحد من المواقف في بداية التحقيق في الصحيفة، كما ذكرت لك أن كنت أعمل في القسم الاجتماعي في الجانب بتاع التحقيقات بالتحديد، وبتذكر كان في يعني حادثة محددة متعلقة بمنطقة محددة، الموضوع هو إزالة بعض المباني، وأهل المنطقة كانوا متحفظين على تكسير أو هدم المنازل باعتبار أنهم يعني بذلوا مجهود كبير لحد ما وصلت المرحلة اللي هي موجودة فيها، والدولة والجهات المعنية قطع لها رأي مختلف يعني. فما بين ذلك وهذا انت بتاخذ اراء طرفين، وبيكون واحد الطرف الاخر قطعا تخش معه مشاكل. نعم فهنالك تركيز على يعني افراد مساحه واسعه للطرفين، ووضع طبيعي انك تكون موجود في مكان الحدث او بتلتزم بالعمل المصداقيه والمهنيه في الصحف. نعم جميل استاذه لينا، احنا قبل ما نختم مساحتنا معك، واكيد عايزك تقدمي رسائل للصحفيات الجدد الآن في الصحف، ومتدربات كمان موجودين في كل صحف عايزين يخطوا خطة ثابتة ويقدموا كمان مردود صحفي وإيجابي كمان للمجتمع. طيب أستطيع أن أقول إنه الصحفي أو قبل ما هو يكون صحفي، للمبتدئين الجدد أو دارسين الإعلام، طبعا الإعلام هو عنده أفرع مختلفة، المقروء المسموع المقروء المسموع المقروء المسموع والمشاهد والمشاهد المرئي. نعم كل قسم مختلف عنده تفاصيله المتعلقة به. للاتي يعني يريدنا الالتحاق بالصحافة بالتحديد، ضروري جدا الوحدة تكون واثقة في نفيثة، ضروري جدا تلتزم بالموضوعية في تناول المواضيع، أيضا الصبر لو يعني نسب كبيرة في أنك تحقق النجاح. في البداية قد يجد الصحفي المبتدئ أو الصحفية المبتدئة إنه الموضوع ده قد يكون شاق، قد يكون صعب، مرهق بالنسبة نعم، لذلك من الأفضل أن يعني أضع حدا لهذا الأمر وأبحث عن مجال آخر في التخصص اللي أنا قريته الإعلام في المجالات التي أشرت إليها قبل قليل. لكن الصبر، بالصبر تستطيع أن تحقق نجاحات، تكون صادقة في عملها، تبذل مجهود كبير، تزعى لخلق علاقات طيبة مع المؤسسات المعنية، مع المسؤولين لتلقي المعلومة. جبيل أشرنا من في بداية حديثنا بأنه كل ما كانت علاقاتك متميزة، كل ما كنت تملكت المعلومة بشكل سريع بشكل آني، تميزت عن الآخرين. وما يميز صحفي لصحفي المصدر أو المعلومة اللي بتجدها منشطات على الصحف اليوم الثاني، ليست هي الأخبار اللي بتوفر من خلال المؤتمرات الصحفية، من خلال التصريحات اللي بتكون لمجموعة من الصحف، ولكن ما يميز الصحيفة هو الصحيفة والصحفي بالتحديد هو المعلومة اللي بتميز الصحيفة فقط. نعم. المعلومة اللي هو سعى لها بنفسه بتنفرد بها الصحيفة، بتحقق لك انفراد ونجاح ومتابعة وتفاعل من قبل الرأي العام والمتابعين لها. نعم جميل أستاذة لينا، شكرا لك وشكرا لوجودك معنا، وأنا استفدت، وأكيد يعني أتمنى أن كل الناس اللي تابعونا يكونوا استفادوا من المعلومات اللي أنت قدمتيها. وكلمة أخيرة ومساحة أخيرة لك في ختام الحلقة وفي ختام كمان المساحة معك. أشكرك أخي محمد، سعيدة بالإطلال عبر قناة أنقام على برنامج هلا بيكم. أنا بقول لكم هلا بيكم، وأتمنى أن أكون ضيفة في مساحات أخرى وتفرد لي مساحات أخرى، وبداية لتعاون مطلق بيننا إن شاء الله. إن شاء الله أستاذة لينا هاشم، سعدت بوجودك معنا، وكمان مشاهدينا أكيد حتكونوا سعدتوا. لكن بعد الفاصل معنا ضيوف جدد ومساحة جديدة للتواصل بيننا وبينكم، خليكم متابعين.
رجعنا لكم من جديد مشاهدينا ولسه بنتواصل معاكم الفقرة الثانية من هلا بكم ليوم الاثنين. أكيد فقرة متميزة وحنستمع فيها لكثير من الأشعار وكثير من الكلمات الجميلة مع ضيوفنا الأعزاء، هم شعراء شباب يخطوا خطوات واسعة جدا في صناعة الكلمة السودانية وبالتحديد فن الدوبيت وفن الرباعيات اللي هو يعني جزء أصيل ومتميز يتميز به السودان عن سائر الدول الأخرى. أكيد فن الدوبيت وميلاده في أكثر من ولاية وأكثر من غرية، لكن احنا حنمشي نحن وانتو لولاية نهر النيل. أكيد حنستمتع مع ضيوفنا اللي هم مميزين جدا وحيسمعونا كمان مجموعة من الرباعيات الجميلة من نهر النيل. مرحب بكم ومساء الخير عليكم هاشم عبد الله وعباس عبد الرحيم. مرحب بك يا عباس. مرحب بك ومساء النور عليك إن شاء الله. وأنا سعيد جدا الحقيقة بالإطلال على عبر قناة أنغام الفضائية، وبقول أعطيكم تحية لنهر النيل، وبقول نهر النيل بلدنا ونحن نعتزابا مفخرة للوطن والله ليها مهابة، فيها رجال سود وفيها ناس جلاب وفيها خلاوي تضوي ونار يوت تقابا، من أقصى الشمال مناصيرا يحرقوا الغابة وارسين المكارم، حافظين معالم بابا صامدين في الزمن رغم الظروف وصعابة، دار رابط موهطة في القلب ترحابا، الباوقة الأصيلة وخضرة الخلابة صافين زي حليب ونية كاشفة نغابة، هواوير أو عباب دا الكل أهل ونسابة دار حسان نعدها وبرضو نتعدابة، جعلين طبع والذكرى بأسبابة، أرباب في الكرم وياما بسند غلابة، أرباب في الكرم وياما بسند غلابة. يا سلام هاشم، مرحب بك ومساء الخير عليك. عليكم السلام ورحمة الله. لي عظيم الشرف أن أكون في قناة أنغام برنامج هلا بكم، والتحية كل من يعرف هاشم عبد الله ود الباوقة، وحي المستمعين الكرام المشاهدين. إن شاء الله نكون خفيف ظل عليكم. بقول نعم، من ما قمنا زعيم الدنيا ما همانا، ثابتين كالجبال كضب اللي بيقول هزانا، نحر الكماج ورطنة الجبهان من ضير الصفوف ونخلي البلاد خربانا، وكم شقينا الوعر ودخلنا الغابة، وكم حلحنا المعقودة وعرفنا ذبابة، كم ساعدنا الأيتام سندنا غلابة، كم جلسنا فوق الشاطئ وعذفنا ربابة، مرات في البنادر ترطيب ولبسنا نظيف، مرات من الصباح للغيب ومنصاقع التكييف، مرات بنقرع موية عصم ومصيف، مرات نحل القاس بنعنى وتكليف، مرات تربالة نحرد بنجر واسوق، ومرات جلابة نشر ونبيع في السوق، مرات ناس غناوي بنجر الغوافي نسوق، ومرات ابتهاج مزين زايد فوق، كم جالسنا السمحات كتبنا غوافي، وكم علينا المرضان بنظمنا الشافي، كم عاشرنا للجيران وداد وتصافي، كم طشينا بالوديان قطعنا فيافي. يا سلام. كم طشينا بالوديان قطعنا فيافي. من زمن الجدود ورثنا غيمة جميلة، جود وشهامة فراس النشيل الشيلة. يا سلام. وسودا ندخل العركة ونشني مقيلة بحتز وبفتخر بالسودان، قبيلة قبيلة بحتز وبفتخر بالسودان قبيلة قبيلة. هاشم، يا هدى السودان بكلماته الجميلة وبحماس الشعراء ودورهم الكبير في يعني في القيم الوطنية المختلفة، ودورهم كمان في توجيه المجتمع وإحياء القيم الوطنية في داخلهم، أكيد ده دور كبير من الشعراء تجاه المجتمع وتجاه البلد بالتحديد، باعتبار أنه الشاعر ممكن يكون هو يعني مدافع أو يكون هو مجاهد عن طريق قلمه وعن طريق كلماته. بتشوف يا هاشم أنه الآن الأغنية الوطنية في السودان يعني موقفها كيف حسب وجهة نظرك أنت كسوداني وكشاعر بالتحديد، وبتكتب كمان في لونيات مختلفة، هي طبعا داخلين على الاستغلال أكيد. يا صاحب، لا بد من الشعر، وشعر هو رسالة. نعم. لا بد من تأدي رسالة تماما. لكن الوطن ده طبعا مستوطف يقولون، ولا بد من أي ذو شاعر كتب في الشعر، لا بد من يكتب في الوطن، سواء وطن السودان عامة، سواء وطن حيمته تلقعد فيها. نعم. يعني لا بد من يذكرها. جميل. عباس، كتبت في الوطن؟ والله في الوطن يمكن يكون المساحة يمكن كبيرة ولا بسيطة؟ الوطن أكيد مساحته كبيرة في قلوبنا، لكن والله ما كتبت عن الوطن الكامل.
يمكن انا شكلك في الوطن الثاني، في الوطن الصغير يمكن في القبيله في القبيله ان شاء الله كتبتها. بقول وتبقى مصيبه لو ما كنت زول منصوري، وانا دمي وشقاي لو ما بقيت منصوري. اهلي من القبائل فرقهم سنهوري، فرق البارشه من ناس لعبه الدافوري. ونحن زدنا فوق الزاد وفوق ناس نحن زوج ورجاله، ونحن نشبع الالاف لحوم ومراره. نحن اولاد قمر واقدات عيوننا شراره، نحن السيف ونحن الدرقه ويكتين الرجال تنداره. ونحن صغيرنا مما قام ما ضحك لاخواته، ما باسول وخد وقالوا عاني حلاته ما قاده تاتي من الوسادة، وقام لبس نعلاته تلبن في التلوب فايت الرجالة رجالته. يا سلام. ونحن أولاد قمر والدنيا ما همانا، ركابين خيول يطربنا صوت جبخانا. ساحة الحرة تسخن وتشتعل نيرانا، نضرب من طرف أجانا والما جانا، نضرب من طرف أجانا والما جانا. والتحية لكل أهالي المناصير بالبحيرة والمناصير في المكابراب، المناصير الجديدة دون فرز يعني. التحية كمان منهم كشاعر وطني لكل قبائل السودان ولكل ولاياتنا الحبيبة. نعم عباس، يعني دائما ميولك في الكتابة بتتفق، أو يعني أكثر حاجة بكون على اتجاه من الاتجاهات، باعتبار أنه الدوبيت برضو عندك فيه خلفية وعندك له مساحة كبيرة من خلال كلماتك. والله أنا يعني تجربتي في الكتابة بديت بالنصوص. نعم. لكن ميولي للدوبيت، الدوبيت نوع من الشعر، نوع راغي خفيف يمكن بيصل سريع للمستمع أو المتلقي. اتجهت شوي للدوبيت. نعم. بكتب في الغزل، وكتبت في الوصية للبرلوم في شكل مرابيع. يا فردو يا ريت لو نسمع كمان. لا إن شاء الله. نعم. بقول وتبقى مصيبة لو عظم الغرام طقطق، وكيف الشورى لو طمح الصبر دفق. بداية الريدة لو بلغش تجيها أيام وتتمحق، ومثلا قالوها أن زمان محال حبل الكذب يلحق. وصلوا الريدة زي الحوت في البحر العكر تشرق. تعال وصيك أخوي، تعال وصيك أخوي، عارف الحقيقة طعيمة سم. يا جاي للجامعة وسعيد قاصي الطريق ضرب العلم. ما يغشك الوجه الجميل في الريدة تغرق وتنسجم. تنسى المحاضرة بوراك وتبراه درب الماء سلم. تلقى السنين، تلقى السنين عدت سريع وانت عايش في حلم. تتخرج السمحة وتفوت. يا سلام. تطلع عباطك والنجم لا شهادة لا ريد لا عمير، لا تاني مستقبل ملم. وتعال وصيك أخوي وصية لي زاد الزمان. يتذكر أمك وتاني بوك الحلة والناس الحنان. شالوك في زمن الصغر ربوك بالطيب والحنان. راجنك انت تساعد انت بقالون الضل. والأمان لا تخيب الظن عليك، أهلك عليك لسه حنان. وتعال وصيك يا أخوي عارف الزمن حاديه شر. وكلامك خلو واحد كان ملح كان سكر. ولا تحقر ضعيف وليه تنهر وتسخر، ازدام بالتواضع وحاشا من تتكبر. والزاد الورع في الآخرة تب ما بيخسر. روحك رتبة ونقيها من إبليس. بالدين تترفع وبالفارغة تبقى رخيص. معروف الفرق بين الحريق، معروف الفرق بين الحرير والكيس. والخير الأصيل يسهر قريب الميس. والخير الأصيل يسهر قريب الميس. قريب الميس. جميل. أنا بمشي لهاشم، ونحن لما نرجع لنهر النيل الولاية الجميلة بنرجع لإسم كبير جدا. ولما نتكلم عن الدوبيت بنتكلم عن الشاعر عكير الدامر. لإسهاماته الكبيرة في الوطن، وإسهاماته الكبيرة في الجانب بتاع الأدب الشعبي. وأكيد يعني مدرسة قائمة بذاتها ومتفردة. خلينا نشوف هاشم يعني من وجوده في نهر النيل ومن وجوده مع شخصيات يعني كبيرة استفاد شنو من خلال تجربته الشعرية. والله طبعا ذكرت حاجة مهمة. نعم. جدا. عكير الدامر مدرسة. نعم. غايمة بذاتها وهرم. أول حاجة خلاني أحيي أسرته الكريمة. لهم التحية. لهم التحية. نعم. على رأسهم طبعا شاعر ولده برضو محمد عكير الدامر. نعم. يعني برضو يعني حيوا نحن نقول له مساء الخير عليك. نعم. خلف أبوه يعني مثلا قال كلام كثير يعني. عكير الدامر برضو بكتب في الحكم عنده بيقول الجار قاطع الجار والحيط علوها. نعم. انقط النصيحة في الكتاب
وقتلوها. يا سلام. عجار قاطع عجار والحيط علوهم قط النصيحة في الكتب قتلوها. الأخوان على بعض السيوف سلوها ومال اليتيم أهل الفار جت أكلوها. يا سلام. جميل. أنت كتبت شنو مجارات أو يعني اغتداء بكلماته بمدارس مختلفة، إذا كان في الشعر الحماسي أو في الوطني أو حتى في الجانب العاطفي برضو والحكم، هو عنده مدارس مختلفة، أنت استفدت منها كيف من خلال تجربتك الشعرية؟ والله كتبت في الحكم في الغزل برضو. طيب كده سمعنا غزل لأنه ما استمعنا له من الصباح شغالين للوطن. قبل ما أدي غزل أول حاجة أنا يعني بحيي منطقتي صغيرة جدا الباوة نهر النيل الباوة فردا فرد ولكل من يعرف هاشم عبد الله ود الباوة ناس الباوة جميعا بقول بلدي فيها كالمضغناي من سابة فيها نخيل جمال أصيل وغال صابة ما دام حواها النيل واصبح الجذاب واجف فوق أجدع نم واحتذابة أي الباوة من نخيل ليك زي الشوقي ببكي وبنوح زي القماري بقوقي يا سعدي وهناي ريدك ساري جوا عروقي كل مطر من نخيل النار تولح فوقي جنة الدنيا الديمة باقية وريفة معلم للبلاد كل المداين وريفة ناير الخضار في ربيعة وصيفة قلت من نخيل تكفي عن تعريفة يا سلام. الزار من نخيل يا أخواننا بلقى هناهو وما بيكون حزين بلقى كل مناهو في وصفك يا من نخيل الحور عمر فناه لا من راح الماء فليك غناه يا سلام. هاشم يا من نخيل جنة وبغرامك ودر وكيف بيعيش بلاك يا البيك ديما بيفخر لو للعمر مكتوب ولينا باقي مسطر أب نختار فرايك يا جمالك بسحر أب نختار فرايك يا جمالك بسحر كل خلايق الكل لك دوام تتمنى ويا الفا عبيرك وفي كطاب مسكننا الجود والكرم من جدودنا وهن دارنا غير من نخيل يا اخواننا الا الجنه يا سلام وتحفي الباوقة ودره للصافه لوحه جذابه وتعجب الشافه الجمال تحفي الباوقة ودره للصافه ولوحه جذابه تعجب الشافه يلا يا تاريخ لحظه استنى بجمال بلدي داير يتغنى توجوها عروس نخشى للحنه ورامي فوق النيل واصبح الجنه يا سلام يا سلام تعبير جميل يلا يا زاير الباوقة أخشاها أنظر تأمل عينك أملاها درة الأوطان ما في أشباها وهاشم الكلمات فوق رصاها وهاشم الكلمات يا سلام فوق رصاها جميل يا هاشم ما فكرت تلحن الكلمات الجميلة دي وتقدمها للمشاهد في شكل أغنيات والله ما فكرت طبعا أنا الغنى لما الشعر ده لما ألغيه أنا براي تكون مرتاح أكثر كده مرتاح أكثر واصل. نعم جميل عباس عندك تجارب لحنية وعندك تجارب كمان مع الأغنيات السودانية وأغنيات الطنبور والله مع أغاني الطنبور يمكن يا داب بديت مع له من هنا له التحية الأستاذ هاشم محجوب له التحية الهشوم أو صح الهشوم يعني بديت معه حاجات خفيفة للليلة يعني ما لاقت النور لسه في دور تلحين وشغلات زي دي زي ما قلت لك ميولي للأغاني بتاعت الطنبور كانت أكتر بس حاليا شوي في الدوبيت وأنا لو في مساحة تسمح لي من قبيل العبرة خنقاني وداير سمعني أخي مساحة لك في داير حي الوالد أول حاجة اللي هنا كتبت فيه كم مربوعة كده إن شاء الله أقول وبرسل لك سلام عفوا للوالد وأقول بريدك يابا وإنت ملازي وبريدك ريدي فوق حد العشق بيغادي عطفك لي كثير مالي لا سدادي كنت بموت حزن لو ما أبوي حدادي وتسلم لي أبوي والشر بعيد ومكتف يدخر الأصمي بالشجاعة مستف وسناد الضعيف والواقع ريشة منتف أبوي الشخصية هيبة وشموخ ونضارة وأبوي الحاشة أبدا ما بتهمه خسارة أبوي السبت ودون النتر في التارة أبوي السبت ودون النتر في التارة في السارة
وابوي الدنيا غيرك لا طعم لحساس، وابوي لمتنا والعيدل بلم الناس، ابوي فاقت غلاوتك للذهب والماس، حدادي واصيل من قمت ما نهروك، حقاني وكريم لا لمتا لا لاموك، قدامي وهمين بالمرة ما فاتوك، وكل ما أقول كلام بخجل مقصر فيك، ولو أكتب سنين أنا شايف وما بكفيك، أديتنا الجميل من قبلي ما نديك جزاك على الكريم يا يابا، بشكر ليك جزاك على الكريم يا يابا، بشكر ليك. جميل عباس. هاشم سمعنا شوية غزل، خلينا نحيي كمان كل الناس اللي بيتابعونا معك. والله طبعا كتبت كثير. والله كتبت في الغزل، لكن بديك منه حاجة كده يعني. حاجة كده ونشوف الحاجة الثانية عن عباس كمان. بقول بالتسانة ودي مضاوية الساحة، بهواها يا خلوق واجب أقوله صراحة، الأمياق دعجة وحد ذات رماحة تلدغ في الفؤاد كالعقرب النفتاحة. يا سلام. يا لحسنك ندر يصعب للجميع نسيله، طرفك كحيل بيزيد للقلب بهديله، الحيرني فيك يا زهرة جريفنا من الكل اللي بشوفك يا سمحة يبرد حيله، الهم انصفى والحال علي يا أخوانا تب ما خفى، بالتسانة والليها النميم ما كف علي بتحدي كان سمحت توفى. يا سلام. محلق وغيص وبالطيب المتنبي، ما جاء ضوه وصفك يديسك سدل من كبي، سؤالي صريح وعلي أوعى تخبي، هل يا سمحة وضع الضل علي وبتحبي. يا سلام. أه من البنية اللي بجمال أزتنا، محسوب كلامه وحنانه روتنا، ومطرفا كحيل به وكم هلكتنا يا أخوان نعوك نار غرام حرقتنا، الدر الفريد ما رأيت أصنافة، لهيجة عسيل خديدة أسيل وضامر هافة، نازل ديسة وراها جاري مسافة، قردت قلبي قرد المبيد للآفة. يا سلام. قردت قلبي قرد المبيد للآفة، وكيف أصبحت يزبي الموال في حويدك، وكيف أصبحت يلمت للكنار تغريدك، أقول لك حاجة أيال أكتر من عيوني بريدك، حير كومات يشبه نعومة إيدك. يا سلام. ودماعي عشانك قشطا ثمانية تناكر، كل مطراك بيروق مزاجي العاكر، بتستسانوا ليها ديما أنا ذاكر، رحني الصافة دام العيد مؤكد باكر. يا سلام. والناس عيدت وكلت مرارة وشيا، وانا فوق نار مولعة حية، بالتسانوي الماضي قلبي أذية قتلت قليب ويا يا طالب الدية، والعيد جانا ويا داب النميم أحلوة، وريد الجاهلة دخلت سكنت دواخل جوا، بالتسانوي العود ني ما تقوى كان جل السهام بتكسر الترقوة، الناس همها في الأضاحي وما بتهم لولاها، وانا همي في الدعجة الوضيبة كساها، الظبي النفورة الضايم موالفة خلاها جر النم وادفع كم عشان ألقاها، جر النم وادفع كم عشان ألقاها، جر النم وادفع كم عشان ألقاها. جميل يا هاشم. وكان الدام مرقان شنو في العيد؟ الناس عيدت مرقت على أصحابها، وأنا فريت على الجهل سمحت الحالة. جميل. نحن نتواصل معكم مشاهدينا، وأكيد الكلمات الجميلة دائما هي حاضرة معانا، ونمشي لعباس وعايزينك ترد له ورد كده لكلمات السمحة الجميلة، ونشوف جانب الغزل عندك كتاباتك إن شاء الله. قول وين الريد هالكني ومعذب روحي، وين البي كلام وبراها تبرج روحي، وين اللي عنده أسباب فرحتي وسر نوحي، وين الخات بعد الجنة كل طموحي. يا سلام. وين اللي من زمان حبيت حبا عذري، وين اللي عنده وجن ولون جسيم والتبري، وين النار تلهب ماها شابة وسدري، وين الدابة يافعة وبالغرام ما بتدري، وين يا خلة شبه النافرة بيديانا، وين الغام تفارع وفي الوسط كملانا، وين الغام تفارع وفي الوسط كملانا، كاتلان العيون الداد جيوت نعسانا. يا سلام. الهمزة بنار الفرقة بقت فينا، سنتين في العذاب والجاي برضو علينا، المهر المعنسة ما لما بتجينا، حرم ظروف ولا خلاص صبح ناسينا، ومتين الشوفة يا بوجها منور، ومتين الشوفة يا بوجها منور،
وقلبي وراكي ما حاول يغير مناي القاكي ومن وجعك أخير نعيش أنا بنتي فوق بسطن يحير ومتين الدنيا تصدق فيه وعودة وزهرة ريدنا تتفتح برودة نتاتي الريدة بيناتنا ونقودة ومصفزة عنا والأفراح نعودة ونتاتي الريدة بيناتنا ونقودة ونصفزة عنا والأفراح نعودة. جميل. الله لا جاب الزعل يا عباس وهاشم. ودائما يعني كل شاعر يعني عنده رسالة محددة عايز يوصلها لمجتمعه يوصلها في حياته ويكون معروف بها، أنه مثلا هاشم أو عباس كان دورهم ورسالتهم الشعرية لحاجة محددة. خلونا نشوف دور ورسالة كل واحد منكم. عباس. والله يمكن مرات بتحصل لك مواقف يعني تلتمس موقف في الحياة أو مثلا زول عزيز لك تحس أنه أنت محتاج تهديه نص أو تعبر له أنت بطريقتك. فأنا عندي صديق لي وأنا من هنا بحييه يعني جميل. ما داير أذكر الاسم. حصلت له ظروف شوية كده، ده عنده علاقة يمكن مع واحدة ما نجحت العلاقة يمكن بالأسلوب يعني بالبلد بيقولوا شاكوش، لكن في النهاية حكاية قسمه وقدر. بقول له برسل لك سلام يا غالي والف تحية وسامع بظروفك قالوا ماها شوية كم حبينا يا صاحبي وضقنا الكية إلا الريدة قسمة والنصيب جبرية وما كبراك تعاني من الغرام وفعايله وكلنا متملين هم غلبنا نشايله بس نسكت نقول ربك كريم في فعايله بنحصد فرح ما دام زرعنا جمايله وكثيرة وفينا بالعهد القبيل قلناه ولا الدنيا خاينة حريفة ما مداه الرادك تريد وما تكوس لسواه والخلاك كمان سجم الرماد في حشاه ما حبينا خدع وغشغش وتضليل وما بكينا زولا فينا صايس الليل ما حبينا اثنين قلنا واحدة بديل عارفين الخيانة وجع يهد الحيل وبس بديك كلام الصحبة والأخوية وينقل الصبر أصبر عليه شوية كم راحت نفوس لغيرها ما محرية وكم جلبت مشاكل فايدة ما مدرية الدايرك بجاسف كان يقاسي ويتعب والعدمان كمان كان بالعدم يتسبب ما تندم كثير مرات خسارتك مكسب قالوا العترة بتحل الطريق والمذهب وبس انت امسك في الصبر باكر بيتعدل المسار وزرع جميلك في الزمن الفرحة دائما انتصار بادل خواطر الغير غيم الرقة مفهوم احتزار ما جابت الأوجاع فقيد والشي السمح داير انتظار خليه أملك ما يموت موت الأمل يعني الودار باكر بتلقى في الكتاب بعد العسر دائما يسار بعد العسر دائما يسار. صبر جميل طبعا وكلمات حلوة بالتأكيد. عباس يعني هاشم عفوا يعني عايز برضو أشوف رسالتك تجاه المجتمع من خلال الكلمة الشعرية المختلفة. والله يا الشاعر زي ما ذكرت لك قبل في بداية الحلقة إنه الشعر هو رسالة لا بد من توصل رسالة إذا كان غزل إذا كان حكم إذا كان فخر في النهاية هو رسالة تأديها. جميل. لكن أنا بديك يعني من الغزل شوية برضو ثاني. نسمع. بقول عوك يا خلوق أيامنا عدن وفاتن بالبكو والدموع حلكن قلوبنا وماتن حقيقة بقولها للداير للغناء وصفاتنا النم غير بنات ما عنده نكهة بتاتن قشقش دموعك يا قلبي قيف استنى وقم بالواجبات سوي الفرد والسنة اثنين يا كريم ليهن دوام بيتمنى في الدنيا البنات وفي الآخر يفوز بالجنة يا سلام وإخواننا البنات والله جدبه واهن والدين الحنيف ما بيكتمل لولاهن الناير جبين والليل سواد وقفاهن ماها خسارة كان ضاعت روحت في داهن هن أدوهن الزوج والأدب وسماحة ونحن أدون الشقة والمآسي متاحة بنو تحوى الما تركن في قلوبنا مساحة لا بنو معشوق إلا بلقى طعم الراحة براعم دابن الزوج والمحاسن هيل كحل الطرف أكتب يا قلم وهديل نضارا فيهن ما توجد في جيل قتلا قلبي وانا يا خلوق عافيل قاما في الضفاف والنلس قاهن حنو
شالن وينتكن وعقلي زادن جنو زهرات الربيع المبنو معشوق نظن سلبا فكره وقلبي جب حفر انه شالن غامت النخيل ويتوشحن بجماله وشالن عيون الضارف سهول ورماله الفوق وضع الظل باني كل آماله هدا حيله شلن طال شماله ناعم عود وديس سدى العماهن وستة زوج والجلسة تحلى معاهن هن الفرحة وهن لقلوبنا شفاهن هن سبب السعادة والدنيا طايرة ولاهن وهن عذاب وفيني طلقنا النارية وسمحة تقول قوقن حاكن القمرية غناي فوقن مزاجبنا تنبكرية عشان من جلد في الدار والعب الصقرية خطفات القلوب القدلم مع العصرية رحي غنفاس نسمات تفوح مصرية المحياة نشيتا في الوجود حصرية حاضة لحاضن الشاف يفقد البصرية حاضة لحاضن الشاف يفقد البصرية. سلام هاشم. دائما الشعراء يعني في كثير من الكلمات وكثير من الشعراء بالتأكيد هم بيغفروا دائما زلات وأخطاء المحبوب ودي أكيد فيها وقفة عند كثير من الشعراء. أنا برضو شفت لك إنك أنت هنا برضو جانب اتكلمت فيه بعدين برضو يعني لما نحن نقرأ ونتابع مجموعة من الشعراء بنلقى حتى عكر الدامر كاتب ممشوق الغوهام الما وجدت نظيره خصامه معاي أخير لي من محنة غيره يا فاني العزيز الديمة كنت نصيره ويسوي الغلط ونسوي كتر خيره. يا عباس يعني دايما العفو عند الشعراء له مساحة كبيرة. خلينا نقيف ونقيف كمان مع مثال من كتاباتك. والله يا أخي أزول يعيش العفوية أو نعم. في النهاية الدنيا دي ما فيها حاجة نعم. يعني ما دائما يزول إنك أنت تصفي النية تمشي على كده نعم. شوية بقول في نص نعم ولو فاكر وراك باب الفرح ينسد أمشي وما تعود خلي السما تنهدى ما كل البروح زول في البشر ينعدى يتخرب العمار أريت الرهيف ينقدى تخلي براك سبب الفراق وترجح تقول الدون عين يا زول خاف ربك عليم ريدتنا كانت بالسنين لو أنت قادر تبتعد أنا قادر أنساك يا حنين وصل الحزن في يوم بيجيك وأنا راضي بالغدر المبين خليك عايش في الغرور وبكرة كل الحق يبين وأعرف نصيبك في العذاب أنا حقي شلت حساب مدين ما تنسى حقك جرد صاح وأنا مت خلاص باقي التعبين وحرك أنام للأمنيات وكلكل وسط حزنك فرح واضحك معاه صوت الأنين وترجم الآهات مرح قايم صراع جور الزمان تربس له بابه لينفتح وارسم معالم البسمة فيك تلقى الأمل جواك نزح من الفرصة يا سيد الاسم زي الحليب لو يتكشح صعب إنه تاني يعود حليب وسر التراب فوق وتمسح أوعاك تشعر بالندم أصل الندم ما جاب فرح والدنيا زي شجر النخيل موسم يجيك بلا بلح آخر كلامي بقوله ليك رغمك خلاص مني تمسح لا تاني تجمعنا الظروف لا تاني بنده ليك أرح وقلبي البخاف دايما عليك أديت وطلقة ترح وقلبي البخاف دايما عليك أديت وطلقة ترح جميل. هاشم إحنا قبل ما نختم حلقتنا يعني أكيد دار أجيب في حتة محددة شعراء الجيل السابق حتى في لغاءاتهم المختلفة في يعني حواراتهم على مستوى الأجهزة الإعلامية بيلوموا الجيل الحالي اللي غلف مفردة الدوبيت بمفردة حديثة يقولوا أنه هي أخلت من المضمون الأساسي للدوبيت اللي بيوصف الرحلة في المصدر اللي بيشكر القبيلة اللي بيكون له يعني طابع بتاع دوبيت بالتحديد. التكنولوجيا أثرت عليه ودخلوا فيه مصطلحات هي ما بتشبه الحياة دي. خلونا نعرف رأيكم الاثنين في ختام حلقتنا قبل الزمن ما يمشي. والله يا أخي زي ما قلت التكنولوجيا لها دور كثير يمكن كثير من النصوص بقى تنسرق ذاته بقى في النسخ واللصق والشغلات زي دي يلا السنة اللي قدامك ده يعني عرفت ناس عن طريق الفيسبوك ما كنت حاعرفهم لو ما الفيسبوك ما حاعرفهم طورت كتابتي يعني بالاطلاع الكثير والقراية الكثيرة مثلا بتزيد مهارتك تزيد
انك انت بتكون تكتب بصوره كويسه الحمد لله يعني. ومن هنا بحيي كل جميع اصدقائي دون فرز كل اللي عرفتهم حتى اللي عرفتهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بقول لهم تحيه لكم. جميل هاشم، يعني نفس المحور لكن خلينا نعدل فيه بسيط، انه ادخال مفردات هي قد تكون مخله بالمفردات الاساسيه والمضمون بتاع الغافيه بتاع الدوبيت. ايوه دي نقطه مهمه جدا طبعا. نعم. اول حاجه شاعر ابن بيته نعم بيكتب على الحاجه اللي بيشوفها بصور الحاجه اللي بيشوفها. الناس الزمان السابقون كتبوا في الباديه كتبوا في الباديه هون عاشوها، عاشوا الباديه وكتبوا في الباديه، كتبوا في المزدار من رحله من محبوبه الى من داره الى دار محبوبه راكب الادل اللي كان راكبه. حس حاليا ما بيقدر بيسافر من الخرطوم مثلا ماشي الباوق هناك بيركب ليه ناقه. نعم عشان كده ما اقدر اكتب ليه هنا بكتب الادوات اللي انا قدامي بصورها اصورها واحافظ على المضمون الاساسي، على المضمون الاساسي حق الدوبيت عشان ما اخل في جميل. في الدوبيت. نعم جميل. عباس وهاشم انا والله سعيد جدا بوجودكم معانا، وكمان كنت سعيد اكثر منكم يعني ضيوف الفقرة الثانية. وفي ختام حلقتنا أكيد مساحات واسعة من التلاقي بيننا وبينكم وكمان بين المشاهدين. وقبل ما نمشي حابي أنكم يعني تحيوا كل الناس اللي بتعرفوهم وكل الناس اللي بتابعكم الآن. والله التحية للأهل الأسرة بالمناصير الجديدة، وتحية لكل المناصير ولكل ولاية نهر النيل وكل الشعب السوداني عامة. تحية بمناسبة المولد الشريف، وتحية حارة للأستاذ عبد الحي الهمزابي، يمكن له دور كبير في وصولنا هنا وتواصل معنا طبعا. جميل له التحية، وإن شاء الله يعني نقول نتلاقى في مساحة غالية. هاشم أول حاجة أحيي كل من يعرف هاشم عبد الله ودلباوقة على كل وسائل إعلامية، وحيي أهلي في نهر النيل عامة والباوقة خصوصا في الباوقة ولكل الناس اللي بيعرفونا وتحية ثانية لأخوي صاحبي شديد دفعته طبعا في جامعة قرنية سبع عبد الحي الهمزابي له التحية. وديك حاجة بسيطة كده يعني حاجة نختم بها جميل بقول سيرتك يا رفيق خلي الجميع يحكوبا ويحفظك الله لو الناس سترت عيوبا. المؤمن صحيح ما بقول كلام قذوب بس نضيد الرجال تلقاه وقت الحوبة نظمك كرب وما تسوي شي تنية عوام الضحل ما بتلقى في الكونية الدم كان نذف ما بيوصل الغرنية ما بترجع فروع بعد الياباس محنية ما بترجع فروع بعد الياباس محنية. أنا بديك الصورة صغيرة نعم بقول كاتين الغرام حد العيش كتب فتو وسبب البسماح موز الجنينة خضرتو وجهن كالبدر ومخاتومه فوقه وجنتو لو وريت شحد والله كنت شحدته. يعطيك العافية إن شاء الله. جميل عباس وهاشم ومشاهدينا أكيد أنا سعدت جدا بمشاهدتكم ومتابعتكم لحلقتنا هلا بكم ليوم الاثنين. الأسبوع القادم بالتأكيد إطلالة جديدة وفقرات منوعة. لحد الأسبوع الجاي بقول لكم تصبحون على خير. مع السلامة. يا حبيبي شفت كل الكون مسافر لا حزار في روضة غنى غنى لا زهر عطر ويادر ويوم رحيلك يا حبيبي شفت كل حزار في روضة غنى غنى على زهر عطر بيادر
تلاقي غير الشهود لا حديث يجبر بخاطر لا تلاقي غير الشهود لا حديث يجبر بخاطر الشهور يا ريت تجري وكل يوم يا ريت باكر جزيلاً.